في نفس التوقيت اللي ابو مازن موجود في امريكا. ابو مازن بالمناسبه لما راح امريكا كان عنده نقاط تسعه، شروط تسعه من الاداره الامريكيه قبل ما تيجي يا ابو مازن حقق الكلام دوت. واحد، العوده للمفاوضات دون شرط، تيجي من غير شروط. اثنين، توافق فلسطين على اشراك دول اخرى في المفاوضات، مش فلسطين واسرائيل وامريكا بس. ثلاثه، ان يكون هناك، لن يكون هناك تجميد للمستوطنات ولكن سيتم ايقافها. كلام مش فاهمه لكنه متناقض. امريكا لن ترضى وتكتفي ببيانات فضفاضه وبيانات عامه من ابو مازن. عايزين شغل على الارض. ايه اللي انت عايزه على الارض؟ اولا مطارده الارهابيين اللي هم المفروض المجاهدين الفلسطينيين او اللي واخدين خط المقاومه، دول لابد ان تبدا الاداره الفلسطينيه او السلطه الفلسطينيه في مقاومتهم وسجنهم. ثلاثه، وقف دفع الرواتب لاسر الشهداء اللي بيحصل دلوقتي. دي نقطه في غايه الاهميه. النقطه السته في الشروط الامريكيه التسعه لابو مازن عشان يروح امريكا، يعني هو عايز يروح امريكا، قال له عندك شروط عشان تاخد التاشيره، عندك تسع شروط. اخطر شرط منهم وقف دفع رواتب لاسر الشهداء. معنى ذلك انه ما يجري من تجويع وما يجري الان من اضراب عن الطعام وما يجري الان من اذلال للشعب الفلسطيني كان ممنهجا، كان احدى نقاط الخطه الامريكيه المشروطه لكي تبدا عمليه المفاوضات مره اخرى واصلاح الفساد الاداري في جهاز الامن الفلسطيني، عدم تحويل اموال لقطاع غزه، وبعدين نقعد مع بعض. دي كانت شروط. ابو مازن راح امريكا، حماس بدات تغير التغيير الدراماتيكي اللي حصل والتغيير غير المسبوق اللي حصل امس. ما هو قادم للقضيه الفلسطينيه؟ علينا ان نترقب. هل يمكن ان يكون هناك مؤتمر دولي للسلام يتم فيه زي الدكتور عماد ما قال تخصيص اراضي في صحراء النقب بديله عن الاراضي اللي تم تاكلها من خلال المستوطنات؟ هل يقبل الشعب الفلسطيني بذلك؟ هل تقبل القواعد الفلسطينيه في غزه وفي الضفه الغربيه وفي المهجر وفي المنفى، هل يقبلوا بهذا؟ وماذا عن حق العوده؟